حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في غرفاوي. غرفاوي ولا إلى عين خالد، إلى هالعين خالد، إله عين خالد. هذا الشعار تهانينا تهانينا وسلام يا الزعيم، سلام يتزعم أقوى شوط القعدان، الزعيم 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 ينتزع الشوط الأول الرئيسي، تهانينا والناموس. مشاهدينا الأعزاء في لقاء مع الفائزين، سعدنا أن نلتقي مع حمد بن طالب بن عمارة مضمر الزعيم، من خطف الشوط الأول الرئيسي للقعدان من هجن سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني. حمد بن طالب العمارة تستاهل ناموس وجعلنا مسندين. استاهل خير ابو بريك، الله يطول عمرك. وش سلالة الزعيم؟ سلالة الزعيم ابوه ولد الوافي. مشاركاته يعتبر اول مشاركة في المرسم. مشاركة عندي في المرسم، نعم. سلالته؟ سلالته ابيه ولد الوافي. نعم، وكيف شفت الشوط اليوم الاول للقعدة؟ والله الشوط الاول دائما هو افضل شوط واقوى. حدثنا عن انجازاتكم اليوم. والله الحمد لله انجازاتنا، أخذنا شوطين، وثاني في الشوط الأول وثاني في القعدان بعد في الشوط الثاني، جازت الحمد لله طيب. حمد بشكل عام كيف، هل أنت راضي على مستوى الهجن اليوم؟ الحمد لله راضي، والهجن الهجن أول دخول لها. نعم. حمد الفوز هذا لمن تهدي؟ والله هدي الفوز للشيخ عبد العزيز ولمحبين شعار الشيخ عبد العزيز. يعني شوطين وأكثر من مراكز متقدمة في أول ظهور لك مع هجن سعادة الشيخ عبد العزيز، شو تقول أنت بهذه المناسبة لمحبين الشعر؟ والله أقول لهم أبشروا بالخير إن شاء الله. إن شاء الله وجهك أبو طالب، شكرا جزيلا. حياك حياك الله يا مبارك، مرحبا.